السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة التغيير، حياكم الله. حلقتنا اليوم من برنامج جولة مراسل من داخل الحرم الجامع، من داخل جامعة الموصل. هذه الجامعة لحقيقة دوش ما تحدثنا عنها، جامعة العريقة، طبعا تعد ثاني أكبر الجامعات العراقية من بعد جامعة بغداد، ومن أهم المراكز العلمية والتعليمية والبحثية في الشرق الأوسط. الجامعة هذه طبعا لا يخفى على الجميع، يعني تعرضها خلال احتلال تنظيم داعش إلها أو إلى الموصل بشكل خاص طبعا، وكذلك يعني ما بعد عمليات التحرير. 144 بناية طبعا تم هدمها، وأكثر من 1,000,000 كتاب ومخطوطة طبعا تم سرقتها من هذه الجامعة. هذه الجامعة طبعا جامعة تخرج منها الكثير، يعني تخرج منها الأطباء، الفلاسفة، العلماء على مستوى عالمي وليس على مستوى محلي أو على مستوى عربي فقط. بعد قليل طبعا راح تكون أو راح يكون ويانا طبعا الدكتور قصي الأحمدي رئيس جامعة الموصل للحديث أكثر والإطلاع حول هذه الجامعة، ويعني شلون رجعت وكيف كانت ما بعد تحرير المدينة، شلون شاف الجامعة أول ما دخل لها ما بعد التحرير، راح يحدثنا أكثر، ينطينا معلومات أكثر عن هذه الجامعة ما بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش، وكيف كانت طبعا قبل دخول داعش إلى مدينة الموصل. اليوم هذه الجامعة العريقة جامعة الموصل، يعني حقيقة مثل ما قلنا لو ما نتكلم عنها وش ما حكينا عنها يعني راح نكون مقصرين بحقها. هذه الجامعة اللي تأسست سنة 1967 تضم 23 كلية، تضم مراكز بحوث علمية كثيرة طبعا، يعني الكتب اللي كانت بهذه الجامعة تغذي دول، يعني حقيقة كتب علم، كتب ثقافة، تاريخ بهذه الجامعة بالكامل. بعد شوي خليكم ويانا، راح نكون بالصورة يعني بالصورة والصوت مع الدكتور قصي الأحمدي رئيس جامعة الموصل للحديث أكثر عن أبرز التطورات، كيف عادت المنظمات التي ساهمت طبعا بإعادة وإرجاع هذه الجامعة، على نفقة من عادت هذه الجامعة، النفقة مثلا يعني نفقات منظمات دولية، على نفقة الحكومة الاتحادية. للحديث أكثر راح نكون بعد شوي مع الدكتور مثل ما أوضحت قصي الأحمدي، خليكم ويانا. جديد معكم محبة المشاهدين، حياكم الله. الآن احنا في يعني داخل مكتب الدكتور قصي الأحمدي رئيس جامعة الموصل. تحدثنا قبل أن ندخل إلى الدكتور، يعني تحدثنا عن حجم الإضرار الذي لحق بجامعة الموصل خصوصا ما بعد عمليات التحرير. الآن دكتور قصي حياك الله ويانا عبر جولة مراسل، برنامج جولة مراسل عبر قناة التغيير. دكتور، يعني ما بعد تحرير هذه المدينة وما بعد تحرير هذه الجامعة، أتحدث لنا يعني شعورك، إحساسك كيف كان أول ما دخلت لهذه الجامعة ما بعد تحريرها بالضبط؟ نعم، أولا أهلا وسهلا بكم قناة التغيير. شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا بكم في جامعتكم، جامعة الموصل، جامعة كل العراقيين. الحقيقة أول دخول 12/2017 إلى جامعة الموصل كان الوضع مأساوي مفعب. أنا دائما أتحدث كانت الجامعة شبيهة ببرلين بعد الحرب العالمية الثانية، كل شيء مدمر، دمار شامل على مد البصر. 144 بناية دمرت بشكل كلي أو جزئي في جامعة الموصل، 217 سيارة وعالية وشفر وقلاب وسيارة صغيرة سرقت من جامعة الموصل، 80% من مختبرات الجامعة فككت وسرقت، 60% من منظومة الكهرباء فككت وسرقت، 50% من منظومة المياه فككت وسرقت، 1,000,000 كتاب في المكتبة المركزية حرق، 1,000,000 كتاب ومخطوط نادر حرق في المكتبة المركزية. حتى الأبنية اللي لم تحرق ولم تدمر رموا على الأضابير والأوراق مالتنا مادة شبيهة بالقير أو النفط الأسود، بحيث يتعذر علينا تماما أن نستخلص ورقة واحدة. حاولنا تجارب عديدة فقط حتى أن ننقذ الأوراق والأرشيف و الأضابير اللي موجودة في الجامعة اللي لم تدمر مع الأبنية، ننقذها من المواد اللي رموها عليها.
إلى حد الآن تلاحظ في بعض المواقع في بعض الأبنية هذه المادة السوداء اللي رموها في كل الغرف وكل العالم، الأرضية، الجدران، الأرشيف، كل شيء اللي تشوفه اللي ما حرقه أو ما دمر ما فجر رموا عليه هذا المادة الغير أو النفط الأسود، واللي خلتنا جدا بصعوبة أنه نستخلص أي شيء من هذه المواد. 144 بناية دكتور ذكرت يعني نعم تم هدمها أو إحراقها بشكل كامل، يعني من بين 144 كم بناية عادت لحد الآن على مدى 3 سنوات تقريبا؟ إحنا نتكلم على استلامي للمنصب. أنا استلمت في نهاية شهر 1/2019 وبدأنا حملة إعمار شديدة بالتعاون مع المنظمات الدولية. نسبة الدمار والأذى في جامعة الموصل كانت 80%. الأذى اللي موجود، أنا يمكن الصبح تكلمنا أيضا، جامعة الموصل والمدينة القديمة كانت نسبة الأذى متساوية. في المدينة القديمة كان عندنا نسبة دمار 83%. الصورة كانت تشابه تقريبا. نعم، وفي جامعة الموصل 80%. أكثر المنظمات والمؤسسات الدولية تفاؤلا توقعت نحتاج 15 سنة حتى تعود الجامعة مرة ثانية مع دعم كامل. اليوم نسبة الدمار انخفضت من 80 إلى أقل من 20% خلال هذه الفترة. كل اللي هتشوفه الآن، معظم اللي هتشوفه الآن في جامعة الموصل هو بناء جديد أو إعادة بناء وتعمير الأشياء اللي كانت مدمرة بشكل جزئي. 144 بناية دمرت بشكل جزئي أو كلي، قسم من الأبنية اختفت تماماً من الوجود. كلية طب الموصل بعظمتها، بمختبراتها، بأبنيتها، أقدم كلية وأعرق كلية في جامعة الموصل، الكلية اللي خرجت آلاف الأطباء واللي كثير منهم الآن يديرون أكبر المستشفيات الموجودة في العالم، هم خارجين كلية طب الموصل. كلية طب الموصل بأبنياتها، بمختبراتها، بكل شيء بها اختفت من الوجود، ما بقى لها أي أثر. قسم الهندسة الكهربائية أكبر قسم كان عندنا في جامعة الموصل اختفى من الوجود. رئاسة الجامعة، كلية الزراعة والغابات، أكو عندنا أبنية اختفت من الوجود، كلية الطب البيطري، وعندنا أبنية دمرت بشكل جزئي. نسبة الدمار كانت 80% عموما، اليوم احنا انخفضت نسبة الدمار إلى أقل من 20%. ولو ما كانت جائحة كورونا حدثت، كان الآن طوينا صفحة سيطرة العصابات الإرهابية على جامعة الموصل وإلى الأبد، وما تشوف بعد أثر نهائي، وإن شاء الله بالمستقبل القريب ما راح يبقى أثر لتلك الفترة المضمرة. يا عم الله تعالى. دكتور ذكرت يعني نسبة الدمار 80%، الآن نسبة الدمار كم؟ احنا حقيقة يعني من خلال تجوالنا نسبة الدمار كانت قليلة جدا. المكتبة نعم. شفنا يعني اكو عمل بها نعم. بدون تأهيلها يعني. المكتبة أول شيء، السؤال حضرتك الأول، نسبة الدمار الآن انخفضت أقل من 20%. إحنا كنا 80%، اليوم إحنا أقل من 20% خلال فترة السنة والنصف. جميل جدا. والأجمل إنه كل هذا بتعاون المنظمات وال. أنا أكو دعم دولي لإعادة الجامعة. أكو نعم، إحنا نعم. معظم المشاريع مالتنا مع الـ UNDP، مع هيومان أبيل، مع العديد من المنظمات الدولية، صندوق إعادة الإعمار أيضا كان له دور. معظم اللي هتشوفه الآن هو بتعاون دولي وتعاون المنظمات الصديقة اللي أعادت بتعاون معنا جامعة الموصل. إن شاء الله لو ما الجائحة ما يبقى نهائي أي شيء. المكتبة المركزية، أنا شخصيا كنت حريص جدا على أن المكتبة المركزية تعود. لماذا؟ لأنه أنا عشت في الخارج وأطلع إلى الخارج وأتكلم أكثر من لغة. أي موقع أجنبي أفتحه أو أشوفه ويتكلم عن فترة 2014 لغاية 2017، يعني سيطرة العصابات الإرهابية على مدينة الموصل، راح تشوف المكتبة المركزية المحروقة لجامعة الموصل علامة لأي خبر من هذا الموقع. هذا شيء يحس بالنفس. أنت كنت تشوف وين ما تفتح أي موقع أجنبي، أمريكي، بريطاني، ألماني، روسي، فرنسي، راح تشوف المكتبة المركزية المحروقة لجامعة الموصل واللي حرق فيها مليون كتاب. ولهذا كنت حريص جدا على أنه هذه المكتبة تعود مرة ثانية كما نذكر دائما أجمل مما كانت. فكثير اشتغلنا على هذا الموضوع مع الـ UNDP وحصلنا الفند، الدعم المالي عليها. وبعدين أصبحت طلعت عندنا مشكلة أنه من حرقوا المليون كتاب في المكتبة المركزية، خصائص الكونكريت اللي موجودة تغيرت. الكونكريت من ترتفع درجة حرارته يفقد كثير من المرونة مالته، فيصير شيء يشبه الزجاج. فلما جينا نحاول نعمر،
شفنا انه اكو مشكله انشائيه راح تصير عندنا نتيجه ارتفاع الحراره الهائل اللي نتج عن حرق مليون كتاب، ولهذا اعيدت مره ثانيه تقييمات وتصاميم ما بين المكاتب الاستشاريه وما بين نيويورك، والى ان وصلنا الى حل معين. والان احيل الموضوع من قبل UNDP، والان احنا نشتغل في المكتبه المركزيه ونسبه العمل وصلت 28% في المكتبه. طبعا شويه صعدنا تاخير بسبب الجائحه اللي توقفنا اشهر بسبب منع التجوال والى اخره، بس السوني في العمل اليوم 28%. معظم الاعمال اللي موجوده الان داخل المكتبه هي الاعمال اللي انت ما تشوفها من برا، الاعمال الداخليه اللي تهدف الى تقويه المنشأ الكونكريتي واعاده البناء. محافظة نينوى بالتحديد حقيقة يعني تم تخصيص 100 مليار دينار. 100 مليار دينار يعني صرف منها قبل أشهر تقريبا أو قبل شهر تقريبا يعني 40 مليار دينار. من هذه 40 مليار يعني كم خصص أو كم كانت حصة جامعة الموصل؟ لا شيء نهائيا. نهائيا كل البناء واللي تشوفه الآن هو تم من خلال المنظمات الصديقة الدولية أو من خلال صندوق اليوم. لمن لا يعرف دكتور يعني حقيقة دعنا نتكلم باختصار، هذه يعني الكتب التي سرقت والتي تم حرقها يعني أكثر من 1,000,000 كتاب ومخطوطة، أهمية هذه الكتب؟ نعم سؤال نعم. سؤال فعلا سؤال ممتاز. حتى نقول هذه الأهمية هذه الجمالية هذا العلم إلى العالم بأسره، ماذا كانت أهمية هذه الكتب؟ نعم احنا تكلمنا أكثر من مرة عن هولاكو واحتلاله لبغداد وحرقه مكتبة بغداد اللي في حينها كانت الأكبر في العالم، ورمى مكتبة بغداد في نهر دجلة، ونهر دجلة ظل أسبوع يجري أزرق. هذا اللي قرأناه في كتب التاريخ، ولاكو لم يرمي في نهر دجلة 1,000,000 كتاب. مكتبة جامعة الموصل حرق بها 1,000,000 كتاب ومخطوط نادر، 1,000,000 كتاب ومخطوط نادر حرق في هذه المكتبة. التحدي اللي كان ليس فقط إعادة بناء المكتبة، ملأها بالكتب. يعني أنت من انحرق عندك 1,000,000 كتاب انت رجعت البناء، بس كيف رجع 1,000,000 كتاب؟ ولهذا اشتغلنا بشكل كلش حثيث مع كل الاصدقاء في كل العالم المتبرعين لتجميع كتب جديده لمكتبه جامعه الموصل. والحمد لله والشكر حتى مع منظمات بريطانيه، الان احنا موجود عندنا في لندن بوك ايد انترناشونال اللي هي واحده من اكبر منظمات الكتب في العالم، تجمع كتب لجامعه الموصل، وكل ما تصل كميه معينه 10,000 20,000 25,000 كتاب ترسلها إلى جامعة الموصل. المتبرعين من كل أنحاء العالم يبعثون لنا الكتب، نصل إن شاء الله مع إكمال المكتبة. إحنا كان عملنا أيضا على ملء هذه المكتبة بالكتب، يمكن راح تستغرب كثير من الكتب مع النقدة من ننقلها لأنه ما عندنا فلوس ننقلها. عندنا كتب في واشنطن أو في نيويورك أو في شيكاغو ما عادة لجامعة الموصل. هذه الكتب تبرع ناس تبرعوا لجامعة الموصل، ما عندنا فلوس ننقلها إلى حتى فلوس نقل ما عندنا. احنا كم كتاب تقريبا دكتور؟ عندنا آلاف الكتب. احنا كل اللي يعمل الآن ويجرى في جامعة الموصل كلها من خلال علاقات وارتباطات الشخصية مع المنظمات اللي تدعم الجامعة. يعني كتب ننقلها من مكان تبرع، يعني هسه اللي يتبرع لنا احنا نحاول نقنع اللي يتبرع انه يوصل لنا الكتب، لأنه إذا ما يوصلنا الكتب ما عندنا فلوس، ما عندنا أي تخصيص لي حتى لنقل الكتب. طيب دكتور سؤال أخير، يعني حقيقة تصنيف جامعة الموصل يعني كانت من أهم جامعات الشرق الأوسط، تخرج من هذه الجامعة الكثير من فلاسفة دكاترة أطباء، لا زالت جامعة الموصل يعني مثلا في مصاف المرتبة الأولى؟
نعم، كثير اشتغلنا هذا الموضوع، لأن بصراحة إحنا الهدف الآن ليس فقط بناء الجامعة اللي الآن أنتم شفتمها وعملتم جولة، معظم الجامعة الآن رجعت بنت مرة ثانية. إحنا نريد هاي الجامعة ترجع مرة ثانية إلى معظم التصانيف الدولية، وهذا اللي تم. الحمد لله خلال هاي السنة الأخيرة معظم التصنيفات الدولية رجعت بها جامعة الموصل، دخلت وفي مراكز جيدة. التصنيفات اللي لم ندخل بها لحد الآن هي التصنيفات اللي تتطلب من عندنا سنوات، يعني عندنا قسم من التصنيفات تطلب من عندنا 5 سنوات للخلف. طبعا أنت تعرف أنه إحنا 5 سنوات للخلف معناتها يطلبون من عندنا معلومات وبيانات من 2015. إحنا 2015 و14 و16 و17 كانت الجامعة محتلة، فما نقدر نعطي بيانات أو نزود بيانات لأن الجامعة ما كانت موجودة أصلا، كانت محتلة. إلا التصنيفات اللي ما تتطلب سنوات سابقة معظمها الآن جامعة الموصل رجعت بها وفي مراكز جيدة وعاد تتقدم، وإحنا مصرين على أنه جامعة الموصل راح تكون الأولى على العراق، وراح تكون إن شاء الله ليس فقط على مستوى العراق، حتى على مستوى العالم العربي وعلى مستوى هذه إحنا مصرين على أنه رقم واحد. وفعلا إحنا كل التحديات اللي مرت على جامعة الموصل الآن في هالظرف جامعة الموصل أخذت الأولى على مستوى العراق، والآن على مستوى مثلا الجائحة كورونا اللي ضربت العالم ككل وشلت العالم ككل، جامعة الموصل كانت الأولى على مستوى العراق من حيث التعاون مع الصحة، من حيث تجهيز الأجهزة اللي صنعت في جامعة الموصل، الكحول إلى آخره اللي وزعت مجانا، حتى في المحاضرات الإلكترونية. يعني بس حتى تأخذ صورة، جامعة الموصل رفعت خلال فترة الجائحة اللي هي 3 أشهر 53,941 محاضرة إلكترونية تحت عنوان جامعة الموصل رفعت. الجامعة اللي تجي بعدنا مباشرة في مستوى العراق 27,000، وإحنا 53,941 محاضرة. يعني إحنا الآن في كل الشغلات اللي تصير جامعة الموصل هي الأولى، إحنا مصرين على أن جامعة الموصل تكون رقم واحد ورقم واحد فقط، وليس رقم بجهود الجميع. ماكو عمل، ماكو عمل يتم بشخص، إحنا يا نشتغل فريق يا نشتغل صح. العمل هو عمل الفريق، عمل كل الناس اللي هتشوفها المخلصة اللي مصرة أن ترجع هاي الجامعة مرة ثانية جامعة متميزة، جامعة عراقية، جامعة تخدم الجميع، جامعة تساهم بإعادة بناء هذه المدينة الجريحة بحيث ترجع مرة ثانية مدينة متميزة بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتور، أخذنا من وقتك على أهلا وسهلا، حقيقة معلومات قيمة أخذنا منك شخصيا. أهلا وسهلا بك. شكرا لك. رجعنا لكم أحبتي المشاهدين بعد الفاصل وللحديث أكثر. طبعا أنا الآن أقف تحديدا أمام المكتبة اللي تحدثنا عنها، هذه المكتبة طبعا اللي انسرق من عندها وتم حرق أكثر من 1,000,000 كتاب ومخطوطة، كما أوضح ذلك لنا طبعا رئيس جامعة الموصل الدكتور قصي الأحمدي. هذه المكتبة يعني مثل ما تشوفوها طبعا الأعمال يعني قائمة لإرجاعها مثل ما كانت ولاستردادها. هذه المكتبة طبعا حقيقة كانت مثل ما نقول بحيرة من العلم، يعني كانت بحيرة حقيقة هائلة، لكن التنظيم الوحشي اللي دخل لهذه الجامعة واللي حرق واللي حقيقة يعني عمل ما عمل في هذه الجامعة. 144 بناية طبعا مثل ما تحدثنا، بعد شوي طبعا راح نتنقل إلى بعض البنايات لحتى تشاهدوها. 144 بناية طبعا تم حرقها، الكتب التي سرقت، يعني تنظيم داعش لم يكتفي فقط بسرقة الكتب وحرقها، لكن أيضا يعني صب حقده على حرق هذه المكتبة التي كانت تعتبر طبعا من أكبر المكتبات. جامعة الموصل مثل ما أوضحت وتكلمت طبعا هي من ثاني الجامعات العراقية ما بعد جامعة بغداد،
تم تأسيسها مثل ما أوضحنا سنة 1967. هذه الجامعة طبعاً جامعة عريقة، يعني تخرج من عندها أجيال فلاسفة دكاترة على مستوى عالمي وليس على مستوى محلي أو على مستوى عربي. جامعة الموصل حقيقة، يعني هذه الجامعة تنظيم داعش أراد أن يمحي هذه الجامعة بالكامل، أن يمحي تراث هذه الجامعة، أن يمحي اسم هذه الجامعة، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى والحق انتصر على الباطل وعادت هذه الجامعة من جديد. اليوم نسبة البناء والعودة لهذه الجامعة تقريبا ب80%، يعني مثل ما تلاحظون، وإن شاء الله راح تنعاد 100%. نسبة الدوام، نسبة الكتب التي عادت، وهنالك أيضا يعني حتى مختبرات عادت لهذه الجامعة. الجامعة نهضت من جديد رغم أنوف الحاقدين ورغم أنوف يعني التنظيم الإرهابي الذي أراد بها السوء، ولكن عادت الجامعة من جديد. خليكم ويانا بجولة حية، الكاميرا ستكون طبعا حية لطبعا ترفدكم بالأعمال، بأعمال الصيانة لهذه المكتبة، وكذلك أيضا هنالك أعمال قائمة لإعادة بعض المختبرات ولإعادة بعض الأماكن التي دمرها داعش. في ختام هذه الحلقة طبعا كالعادة تقبلوا تحياتي أنا في الإعداد والتقديم سعد منصور، وتحيات المخرج محمد إتشاد ومساعده محمود حازم. إلى اللقاء، نلتقيكم بحلقة جديدة وضيف آخر وموهبة أخرى موصلية إن شاء الله. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.